كامل مصطفى الجنسلي حامل البطاقة الوطنية المغربية ك 2961 متزوج خمسة الأولاد حامل الجنسية الإسبانية السكنة الاعتدائية المريا. هذه كنوجه رسالة من الرئيس ديالنا دموغوغا الرئيس بوزيدان اللي حمقني بهدلني على واحد الرخصة ديال الإصلاح. كنت واحد طالب رخصة إصلاح نهار 27/4/2016 لكن ما كتشوفوها هي شوفوها مزيان هي هذه حمقني. كنت عند واحد الطالب هذا حمقني 4 شهور وكيدينا بجميل كيقول لي يحاول يعمل لي الصلح ما بين أنا وواحد جار. أنا جيت لكم عنده رخصة إصلاح هو كيقول لي عمل بيناتكم الصلح بيني وبين واحد السيد. أنا عندي الملك ديالي هو طلبت الرخصة الإصلاح كيقول لي لا عطيتك أنا الباب يا خر عادي يحيدوا له الرخصة ديال واحد التراسة عاطينها له هاي عاطينها له بدون قانون عملوا وعطوها له عطوها له 39 متر يعني عطوها له فوق الملك ديالي وفوق واحد التراسة ديالي عندي ديال واحد القهوة عطيها له بدون قانون ساعة الانتخابات عنده شي ناس العائلة ديالو المجلس المدينة هو كيعرفهم عطاو له هاد الرخصة هادي غير قانونية. أنا ملي طلبت له الرخصة هو محمقني دوز العطلة الصيفية ديالي لي معاه مدوزتهاش مع ولادي. ولادي كيقولو دينا البحر بابا مكيديهمش البحر ديني هنا مكاينش كتقول 9 الصباح كنرجع نضاف الأربعة الوقت مشى. حمقتيني يا الرئيس بوزيدان حمقتيني هبلتيني مشيتي معايا وعيطتي لك السيد والو علاش كتقول لي عندك الحق اجي عندي غدا ان شاء الله يكون خير كتعطيني واحد الامال بحال اللي انا اجي عندك وعطيتيني الرخصه ديالي. ولكن ملي كنجي عندك كتكونوا دورتوا التليفونات مع بعضياتكم تفاهمتوا مع بعضياتكم نتوما عارفين شكون وعارف صاحبك اللي عيط لك في التليفون قال لك اسيدي الا مشينا عطيناه الرخصه ديال اصلاح الباب ديالو المحل ديالو راه فلان غنزولو له الرخصه ديال التراسه. واش هذا من المنطق تعطيو لشي واحد الرخصات ديال التراسه فوق الملك الغير؟ هذا مستحيل من المستحيل تعطيو وانت عارف شكون اللي عطاها له والاداره كدور التليفون مع بعضيتها حيت حاسبني انا ماشي مغربي كنظن يعني ماشي مواطن مغربي انا جيت من المريخ. المهم دابا الرخصه ديال الاصلاح انا كنوصل عندكم ملي كنمشي عندك السي المحلس هذا كتبقى تقول لي الشباكيه ما فهمتش انا باللي وجهي ديال الشباكيه ملي فهمت عملت راسي بحال اللي ما كنسمع والو انا وشي تهديدات من بلايص اخرين وشي تشويش وبزاف يعني الاداره ما شاء الله صافي يعني اصحاب العداله ما عمل والو اصحاب العداله كيظلموا عباد الله كيتعدوا على عباد الله كيدين وما كيعطيو تجيلهم بالواجب ديالك والقانون ديالك ما يعطيوك والو كتفش تماما الدولي ديالي. دابا انا جيت نستثمر في بلادي واش هادو عادي يعني عادي يعلو بيا ويرحبوا بيا باش انا الاستثمار ديالي يعجبني ونقول لصحابي اللي كاينين برا اولا هادو كيهدموا البلاد ما يعطيونيش الواجب ديالي كنطلب حاجه صغيره رخصه اصلاح باب المحل ديالي ما بغاش يعطيوها لي علاش حيت صاحبو اللي عنده القهوه صاحبو كيعرف فلان وفلان وفلان مسكين اللي عطاني الرخصه الاصلاح ديالي راه يحيدوا له واحد الرخصه عاطينها له عن الاول عاطينها له الساعه ديال الانتخابات ها هي فين ما كتشوفوها شوفوها مزيان عاطينها له بدون قانون ما جات لا جنا ما والو عاطيها هي لا جو يعبروها عاملين لها 39 يعبروها راه فوق الملك ديالي وفوق واحد التراسة ديالي راه عندي كنخلص عليها بجوج ملايين ونص في العام ها هي شوفوها ها هي النهار اللي عطاها لي خلصت عليها مكتوبة هنايا مليون وربعمية وربعمية وربعين درهم مليون وربعين درهم تلفون ساعة
تصل العدالة ما مشي مشكلة. هاد العدالة هذه اللي كتعدل أنا بالنسبة لي ما كتعدلش، بغض ديري ديالي بغض ديري ديالي. ونهار السي وزيد النهار اللي قلت في الدورة راك الباب بقى مفتوحة، الباب بقى مفتوحة على هذاك اللي عطيتو الرخصة، ماشي عليا أنا، أنا شديتو يعني تماما. كتقولي باقي الحوار، نسيتي راسك ملي سيفتي لي في الواتساب قلت لي هذه الشهرين عملت لك القرار سني عليه بلا ما نقرا، ملي قريتو بغيتي نسنيه لك، عامل لي طريقه واحده اخرى تلاعب واحد اخر. يعني ما يمكنش نطلب الطلب الرخصه في الملك الجماعي، انا ما كنطلبش شي رخصه تعطيها لي في الملك الجماعي، الملك ديالي هو هذا، ماشي ملك جماعي، لا ملك ديالي شاريه، ملك جماعي حاجه اخرى، القهوه هذيك بوحديتها كتدخلوا لي الشكلي بالعقلي، فهمتيني. انا كنطلب منك الرئيس وزيدان استقل، ما في ديك السلطه في ديك والو، ملي كتشاور مع هذا ومع هذا ومع هذا في ديك والو. كان عليك طلب واحد الطلب اللجنه وطلع انت واللجنه كامله طلعوا تما وتعملوا قرار تما، ماشي تسلموا لي على فلان وتعيطوا التليفون لفلان وفلان وفلان تعدلوا الدوسي يميناتكم من بعد تقولوا للوالي، لا تقولوا للوالي. هذا هو المشكل اللي عندي الراس معك ابو زيدان، انت ما في ديك السلطه، خصك ترحل، رحل انت وبزاف منك راهم في الادارات اللي عاملين التلاعب والمراوغه. حمقتوني بهدلتوني، وعاش الملك، عاش الملك وعاش بلادي وارض حبابي وجدودي كنموت عليها، زيد ديو لي رزقي تعطيني واحد اخر. عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا، وسيدنا وصاكم على الجاليه المغربيه، وصاكم على الجاليه المغربيه ناحيه الاستثمار في اي ناحيه. ثم والو كتخافوا ما كتشمو، كتخافوا ما كتشمو، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، وانا عن تبعكم حتى اخر مطاف. السلام عليكم ورحمه الله.